يا مساء الفل على كل الأهلوية، حلقة جديدة النهاردة من الأشبال. يا مساء الإنجازات، يا مساء الانتصارات، يا مساء البطولات، يا مساء الأرقام القياسية. امبارح ليلة أهلوية جميلة عاشها كل عشاق وجماهير النادي الأهلي، كانت ليلة سعيدة امبارح. ابتدت امبارح مع فريق الطايرة البطولة الأفريقية، كانت امبارح الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. امبارح كانت مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي والنهائي الأفريقي، رجالة النادي الأهلي للكرة الطائرة أمام الترجي التونسي، كانت مباراة من العيار الثقيل. لكن دايما رجال الطايرة بيعودونا دايما بيكونوا موجودين في الميعاد. الفريق اللي محتكر لعبة الكرة الطائرة على مستوى الكرة المصرية والمستوى الكرة الأفريقية والعربية، لما حصل إخفاق خسرنا دوري وكاس، البطل هنا بيقوم بسرعة علشان عنده الإرادة والعزيمة، علشان عنده تاريخ كبير، علشان عنده الموهبة والمقدرة إنه يقدر يفرح جمهوره مرة تانية. شفنا امبارح مباراة كبيرة جدا من كل رجال النادي الأهلي للكرة الطائرة في ملعب الترجي. امبارح جماهير الترجي التونسي كانوا مليين الملعب، لكن رجالة النادي الأهلي كانوا في الميعاد. مباراة كبيرة جدا امبارح، واحنا شايفين الاحتفالات امبارح وتسليم الكاس الغالية. بنبارك للكابتن محمد مصلح المدير الفني اللي اتحمل كتير الفترة اللي فاتت وقفل على الفرقة بشكل كبير، وكان فيه تركيز وإصرار وعزيمة. اللعيبة كلها، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ودولة، يعني مش عايز انسى حد، لكن فعلا رجاله النادي الاهلي للكره الطائره فعلا رجاله تستحق التحيه. كان في بعض الدفوهات في المباريات السابقه، شفنا ازاي اتغلبوا عليها. انا هنا مش ضليع في العاب الصالات، لكن وانا قاعد بتفرج ومشاهد شفنا امبارح الاستقبال كان نموذجي، حائط الصد كان رائع، الارسال اللي كنا بنلعبه كان بيعدي الشبكه. امبارح كان في تفاصيل صغيره لعيبه النادي الاهلي مع الكابتن محمد مصلح الشهير بميدو قدروا امبارح يتغلبوا عليها، علشان امبارح كده النادي الاهلي كان ليه الغلبه من اول الاشواط. النادي الاهلي امبارح كسب 3-1 في مجموع الاشواط، حتى واحنا بنخسر شوطه كانت النتيجه 2-1، واحنا قاعدين كلنا كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله هيفوز، علشان فعلا عندنا لعيبه رجاله. لكن عايزين نتكلم على دور الإدارة، إدارة النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس الإدارة ما بيظهرش وقت الفرحة بس وياخد اللقطة والصورة، لا، الوقت اللي بيكون فيه تعثر وإخفاق هنا بيظهر دور الإدارة. كابتن محمود الخطيب كان ليه اجتماع مهم جدا مع اللعيبة دي وهي بتخسر دوري وكاس. كان ليه اجتماع مهم جدا مع اللعيبه وهي بتخسر دوري وكاس، كلمات مهمه جدا، كلمات ادت للجهاز الفني واللعيبه الثقه مره ثانيه علشان البطل يقدر يرجع ويكون بطل افريقيا. تعالوا نشوف منذ ايام قليله لما النادي الاهلي خسر الدوري والكاس، الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه وقال لهم ايه. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلام. النهارده الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا، علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليكم كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكوا جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكم. انتوا بقالكوا 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا، اخر 20 سنه
45 بطولة ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين أفريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم، والنادي الأهلي فخور بيكم، وجمهور الأهلي فخور بيكم، اللي هو شايفينكم بتعطوا ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم، ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمره اتنين انت محدش جنبك، ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي محدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال في اخر، انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس، في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبه من الالعاب، لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مره بطوله بطولتين سنه ماشي، لكن فريق بطوله بيرجع وبيرجع بسرعه وبيرجع اقوى من مكان. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما باركنا قبل الفاصل لرجال النادي الاهلي الكره الطايره، برضو بنبارك لرجال النادي الاهلي لكرة السلة امبارح وحصولهم على دوري السوبر. ما شاء الله فريق السلة في النادي الأهلي برضو بيحصل على الخماسية، خمس بطولات هذا الموسم، بطولة منطقة القاهرة والمرتبط والدوري والكاس وكمان البطولة العربية. امبارح ظهرت لقطة رائعة، يعني أنا بعتبرها لقطة 2022، زي ما شفناها فريق الكورة امبارح يعني قبل كده وهم بيدوا كابتن محمود الخطيب الميدالية بتاعت اللعيبة، امبارح ظهرت برضو اللقطة لعيبة رجال النادي الاهلي لكره السله وهم يعني بيقلدوا الكابتن محمود الخطيب الميداليه الذهبيه في لفته رائعه جدا صراحه، بتعبر هنا عن دور يعني مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب وقربه من اللعيبه وعايز اقف هنا بقى، وقفوا لي هنا لو سمحتوا. اوجستي المدير الفني للنادي الاهلي للسله، ده راجل اجنبي. لما احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه مصريه، عارفه الكابتن محمود الخطيب، عارفه نجوميته، عارفه تاريخه الكبير، لكن عايز اقف عند اوجستي الراجل اللي بقاله يعني شهور قليله داخل النادي الاهلي، شهور قليله داخل النادي الاهلي وهو بيقلد الكابتن محمود الخطيب الميداليه بتاعته. دي لفته طيبه جدا، لفته تعبر ان اوجستي راجل مرتاح جدا في النادي الاهلي، راجل شايف ان النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بيوفروا كل الامكانيات ليه، ما بتدخلوش في عمله، بيسهلوا له كل حاجه، بالمناسبه كمان كل المستحقات بتاعته بياخدها، فلما النهارده مدير فني يلاقي كل الامكانيات دي اكيد هيكون مرتاح في المكان ده. وايضا كمان تومسون اللاعب المحترف في السله، مشهد رائع. انا بعتبر اللقطه دي لقطه 2022، لقطة العام، لما نشوف الفريق بأكمله، لاعبين، الإداريين، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، كل الناس بتقلد الكابتن محمود الخطيب الميدالية الذهبية. لقطة عمرك ما هتشوفها غير في الأهلي، وبرضو ده كمان معانا النهارده عمر زهران. تومسون اللاعب المحترف، برضو نفس اللقطة بتاعت أوجستي، لقطة حلوة جدا. برضو لفت نظري امبارح وأنا بتفرج على المباراة بالأمس الكابتن رؤوف عبد القادر، كابتن رؤوف عبد القادر هو مدير النشاط السابق في النادي الأهلي. بالمناسبة اللقطات دي مش هتشوفوها غير في النادي الأهلي، بس إن تشوف المدير النشاط الرياضي السابق في النادي الأهلي موجود مع الفريق والنادي الأهلي بيكرم وهو موجود في التكريم ده. دلوقتي موجود الكابتن خالد العوضي اللي بنتمنى له كل التوفيق، إن الكابتن رؤوف عبد القادر يكون موجود وقت التتويج ومع الفريق، فدي لفته طيبه. النادي الاهلي ما بينساش الناس اللي اشتغلت قبل كده، الناس اللي موجوده بتكمل عمل الناس اللي كانت قبلهم، علشان كده هو ده نجاح النادي الاهلي. ما فيش حد في النادي يقول النادي الاهلي يقول انا اللي جبت البطوله او انا اللي جبت الكاس او الانجاز ده يحسب ليا انا، لا،
احنا النهارده بنشتغل كمنظومه داخل النادي الاهلي. بنبارك لرجال النادي الاهلي لكره الطايره. يعني دلوقتي ذكروني مخرجنا وكل فريق الاعداد جابوا لنا دلوقتي الربط فريق الكوره وفريق السله، وان شاء الله نشوف كل الفرق النادي الاهلي ما شاء ان شاء الله على منصات التتويج. الحاجه الثانيه زي ما احنا باركنا لفريق الطايره، باركنا لفريق السله، برضو بنبارك لفريق اليد اللي اخذ السوبر الافريقي وهيلعب كاس العالم الانديه، والنهارده كمان وصل للمباراه النهائيه في كاس الكؤوس الافريقيه، كل التوفيق ليه ان شاء الله. برضو بنبارك لفريق كره القدم اللي وصل للمباراه النهائيه. يعني دي كلها انجازات داخل النادي الاهلي، كل ده يعني تتويج لاعبين واجهزه فنيه ومجلس اداره وجماهير دايما مسانده وداعمه للنادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي يكون فيه تتويج وفيه بطولات. وزي ما احنا شايفين دي لقطات فريق كره اليد. علشان كده بنقول العاب الصالات اللي كانت الناس يعني قلقانه منها شويه او كانت الناس عندها تخوف، تخيل السنه دي النادي الاهلي بياخد خماسيه في كره السله، بياخد بطوله السوبر في كره اليد، بياخد البطوله الافريقيه في الكره الطائره، بياخد على مستوى السيدات في الكره الطائره دوري وكاس، بياخد بطوله دوري منطقه القاهره في كره اليد للسيدات. دي كلها انجازات وبطولات داخل النادي الاهلي، ولسه ما زال عندنا بطولات في الايام القليله، السيدات هيلعبوا الكره البطوله الافريقيه في الكره الطائره، وكمان عندنا كاس الكؤوس الافريقيه النهائي النادي الاهلي في كره اليد، بنتمنى له كل التوفيق. كنت حابب ان انا اسلط الضوء في بدايه برنامجنا النهارده على العاب الصالات، علشان ده درس لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في كره القدم، وكمان في النشاط الرياضي ازاي يكون عندك الاصرار والعزيمه لما بتقع انك تقوم. وهو ده اللي كابتن محمود الخطيب قاله للاعيب رجال النادي الاهلي الكره الطائره علشان يرجعوا مره تانية ويكونوا ابطال. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي هيلاعب البنك الاهلي في بطوله الدوري. ثلاث مباريات الاخيره جمهور النادي الاهلي كان زعلان من الفريق او زعلان من اللعيبه، لازم نرجع نفوق تاني، لازم نبدا نصالح جمهورنا. عندنا بطوله مهمه جدا بطوله الدوري، النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات، ما بلعبش بطوله افريقيه ورايح في بطوله تانية، لا، النادي الاهلي لما بيدخل بطولات دايما النادي الاهلي وجمهوره عينينا على كل البطولات، بننافس على كل البطولات. فعلشان كده لازم نصحح المسار في بطوله الدوري. تصحيح المسار بكره ان شاء الله من مباراه البنك الاهلي، مباراه مهمه جدا، لازم ان شاء الله اول حاجه نفكر فيها ازاي ناخد الثلاث نقاط علشان نبدا يعني ننافس في بطوله الدوري ونكون لنا الحظ الاكبر. مكسبنا المباريات المتاجله لينا ده هي ان شاء الله هينحطنا في الصداره. الفتره اللي فاتت او الثلاث اربع ايام اللي فاتوا قبل مباراه وفاق الصيف قلنا هنا في قناه الاهلي مش هنتكلم عن ازمه ملعب النهائي، الازمه المثاره، الازمه الغريبه، لكن بعد وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه خلاص الملف مفتوح. لجنه اداره الازمه في النادي الاهلي بتجتمع يوميا، والنهارده منذ ساعات قليله او ما زالت اللجنه دلوقتي مستمره في الاجتماع والانعقاد بتاعها بتدرس كل الامور. شفنا الاتحاد الافريقي، شفنا قرارات وصمه عار على الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي مفروض ان هو الجهه الاعلى في القاره الافريقيه اللي بيدير مسابقه بطوله دوري ابطال افريقيا. قرارات غريبه، ازاي النهارده النادي الاهلي لما يوصل النهائي، النهارده الوداد المغربي يوصل للنهائي، ان انا احدد ملعب النهائي قبل النهائي بايام قليله. ليه ما بنشوفش زي اوروبا النهارده الناس قبل انطلاق البطوله او بعد انطلاق البطوله بايام قليله بيتم الاعلان عن ملعب النهائي. النهارده بتكون الامور محايده للجميع، الامور فيها شفافيه للجميع. ليه هنا دايما في قاره افريقيا في علامات استفهام وفي تساؤلات كتير؟ ليه دايما بندخل في القال والقيل؟ النهارده لما يكون النادي الاهلي وصل المباراه النهائيه والوداد المغربي وصل المباراه النهائيه، هل ده من العدل ان انا اروح العب في المغرب؟ هل من العدل ان الملعب يكون مليء بجماهير الوداد؟ هو ده العدل؟ النهارده لو الوداد المغربي اتظلم في 2019، طب انتوا النهارده لو عايزين تكافئوا الوداد ما خلاص يعني قولوها كده بالبلدي، الوداد هنديله البطوله،
زي ما انتوا بتعملوا والنادي الاهلي ما يلعبش وتكملوا المسرحيه الهزليه بتاعه الاتحاد الافريقي وخلاص والناس ما تلعبش. الحاجه الثانيه لما احنا بنشوف الوداد والرجاء بنشوف قرارات طالعه من الاتحاد الافريقي بعقوبات على الرجاء والوداد. بالمناسبه احنا هنا كل التحيه وكل التقدير للشعب المغربي لفريق الوداد. احنا القضيه بتاعتنا ولا مع المغرب ولا مع الوداد، وده اللي قاله النادي الاهلي في اول قراراته في البيان اللي طلع من 8 قرارات. كل الاحترام للفرق المغربيه، كل الاحترام للكره المغربيه، كل الاحترام لفريق الوداد. قضيتنا مع الاتحاد الافريقي. النهارده لما يكون الاتحاد الافريقي هو المنوط انه يحط الحياد ويلعب النادي الاهلي في المغرب، هل ده حياد؟ هل النهارده الحاجه الثانيه العقوبات اللي طلعت على الوداد وعلى الرجاء هل من العدل ان الملعب اللي جه عليه العقوبات هو اللي يحتضن النهائي الافريقي وتكون هي دي الوجهه للاتحاد الافريقي؟ دي كلها تساؤلات كبيره جدا. نروح بقى للاستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، وعندنا تساؤلات كتيره جدا ومهمه ومداخله مهمه جدا. بنرحب بيك يا استاذ عمرو ومنور قناه الاهلي. اهلا بيك كابتن اسامه، اهلا بحضرتك بامورك، اهلا بيك. في البدايه طمنا على الموقف والامور وصلت لايه؟ في اجتماعات منعقده من لجنه اداره الازمه في النادي الاهلي، اجتماعات مستمره، اخر ما توصلتوا اليه ايه؟ يعني اخر ما توصلنا اليه ان احنا هنبدا نخاطب الاتحاد الافريقي على الامور اللي هي شايفين انها مستعجله عشان نضمن ان شاء الله المباراه تخرج بافضل صوره، وان يكون في فرص متساويه للفرقتين المتباريتين في المباراه، ان هم يأدوا المباراه في افضل ظروف وفي ظروف متساويه سواء لفريق الاهلي او فريق الوداد، خاصه ان الاتحاد الافريقي شايف ان الملعب ده يعتبر ملعب يعني ما بيديش افضليه للوداد، فاحنا ماشيين على نفس هذا النسق. واعتقد ان الامر يعني عشان بس الناس ما تهولش الموضوع في الاعلام، احنا ما فيش عداوه بيننا وبين الاتحاد الافريقي، عكس احنا بنحترم جدا المؤسسات الرياضيه، واعتقد ان الحرص حرص مشترك سواء ما بيننا او بين الكاف على ان تطبق العداله في كره القدم، هو ده الهدف الرئيسي من الامور اللي بتحصل. ده ما يخرجناش عن هدفنا الرئيسي ان شاء الله الفريق بتاعنا يكون في افضل صوره يوم المباراه ويؤدي المباراه بغض النظر عن ما يحدث خارج المباراه. واعتقد ان احنا عندنا فريق من الحنكه ومن الخبره ان هم يؤدوا المطلوب منهم على افضل وجه ان شاء الله. وهنا عنواننا في النادي الاهلي العداله، النادي الاهلي بيبحث عن العداله المفقوده اللي المفروض الاتحاد الافريقي يطبقها. كان من اهم البيانات برضو او من اهم القرارات في بدايه الثمان قرارات اللي اصدرت عن مجلس اداره النادي الاهلي وشركه الاهلي كره القدم، كل التحيه لاشقائنا في المغرب في الوداد. القضيه ليست مع اشقائنا في المغرب لكن هي قضيتنا مع الاتحاد الافريقي والبحث عن العداله. مظبوط، يعني زي ما قلت حضرتك هي القضيه دي قضيه في الاساس، لكن زي ما قلت هو مش عداوه ولا ده خلاف، الهدف منه الوصول لنتيجه المفترض ان الطرفين بيبحثوا عنها وهو العداله واللعب ضمن اطار اللعب النظيف. ده ما اعتقدش ان ده هدف النادي الاهلي فقط، اعتقد ان ده من المنطقي جدا هيكون هدف الاتحاد الافريقي لكره القدم في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي. الحاجات القانونيه انا مش عايز اتطرق ليها، انا بتكلم عن الاطر العامه اللي هي المفروض تقام فيها المباراه، واعتقد ان دي مفيش خلاف عليها بما ان احنا اعتبرنا هذا الملعب، او تحديدا بما ان الاتحاد الافريقي اعتبر هذا الملعب ان هو ملعب نيوترال او ملعب يعني ما بيديليش افضليه لطرف على الاخر، فاحنا عايزين المباراه تقام في هذا الاطار، ده الاتجاه الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه. سواء من الحضور الجماهيري ان يكون الحضور متساوي بين الطرفين، سواء من المعامله اللي ان شاء الله احنا متاكدين منها لان الاخوه في المملكه المغربيه دايما مكانه وبيتعاملوا معانا على افضل ما يكون، وده المنتظر ان شاء الله كمان في المره الجايه باذن الله. سواء الظروف اللي هتقام فيها والمباراه،
واللي بتبقى مسؤوليه مشتركه بين الاتحاد المغربي او الاتحاد الافريقي لكره القدم بصفه الاتحاد المغربي هو المستضيف للمباراه. برضو يعني كنا بنتمنى ان يبقى فيه يعني نوع من الوضوح شويه بالنسبه للاطر التنظيميه للمباراه، وده اللي طلبناه في مراسلاتنا، ان نعرف فينا ايه وعلينا ايه في هذه المباراه، لان ما فيش بصراحه حاجه بتوضح الحاجات اللي موجوده كلها حاجات عامه جدا، لكن ما فيش تفاصيل كافيه ان احنا نقدر نعرف فيها ازاي المباراه هتقام في ظروف متساويه بين الفريقين يعني. يعني منذ ايام قليله تم عقوبات على فريق الرجاء وفريق الوداد على الملعب اللي اقيمت عليه المباراه مركب محمد الخامس. تعليق النادي الاهلي على القرارات دي، وبرضو عايز اعرف استاذ عمرو ان امكن على الهواء الاسس اللي استندتوا اليها في تقديم الشكوى للمحكمه الرياضيه. طبعا زي ما قلت لحضرتك الاطار القانوني انا ما اقدرش اتكلم فيه، يعني الاطار القانوني احنا حريصين ان هو يتم نقاشه داخل المحكمه الرياضيه مش في وسائل الاعلام. برضه النقطة اللي حضرتك بتتطرق فيها اللي هي موضوع العقوبات اللي هي الوداد والرجاء دي ما تخصناش، دي تخص الفريقين دول تحديدا، وإيه اللي هنلجأ له في المحكمة ده موضوع يخص الفريق العمل القانوني اللي هو القائم على الموضوع ده. لكن احنا اللي يهمنا الجزء اللي يخص النادي الأهلي، الجزء اللي يخص النادي الأهلي زي ما حضرتك أشرت هو إن احنا تحدثنا عن إن المباراة وجود السلطه الاتحاد الافريقي لتحديد مكان المباراه ده شيء لا خلاف عليه. لكن التساؤل هو الاطار اللي بيتم فيه هذه السلطه، لانها في اعتقادنا ليست سلطه مطلقه. لازم انها تدي للطرفين، والطرفين هنا بقصد فيهم النادي الاهلي او اي طرف اخر، لان كان ممكن جدا زي السنه اللي فاتت تبقى المباراه بين الاهلي وفريق مش من المملكه المغربيه. فلازم نضمن ان نفس الظروف اللي تهيأت من قبل او الظروف اللي هي المفترض انها تتهيأ في مباراه بهذا الحجم. يعني انا لعبت مثلا المباراه اللي فاتت ما تعرضتش لمضايقات، ما تعرضتش لما يهدد الاداء اللاعبين على ارض الملعب، ما تعرضتش لتاثيرات ممكن يكون ليها تاثير على الاداء بتاعنا. حضرتك ادرى الناس طبعا بالكلام ده وعندك خبره كبيره في المشاركات على المستوى ده. والتقليعه الجديده كمان الليزر من المدرجات كمان فندم، التقليعه الجديده كمان المضايقات في الملعب الليزر من خارج المدرجات كمان من المدرجات. احنا عايزين نضمن للاعبين ان المباراه تقام في ظروف تسمح لهم ان هم يأدوا افضل ما عندهم بدون اي تاثير خارجي، ما يبقاش في اي تاثير خارجي يؤثر على فرص لاعبي النادي الاهلي في المباراه. ده دي الحاجات اللي احنا عايزين نضمنها، الى جانب طبعا الظروف الخاصه مش بس اللاعبين، الجماهير اللي هتحضر المباراه عامه، انها ايضا تكون نفس الاطر، اطر متساويه، تكون تقام في ظروف متساويه للطرفين، بحيث ان احنا نضمن فعلا ان الهدف اللي بيقوله الاتحاد الافريقي تحقق، ان المباراه بتقام على ارض يعني تضمن العداله للنادي الاهلي فيها في الحضور الجماهير. طب في اطار العداله اللي بيتحدث عنها النادي الاهلي، ملف التحكيم، وده شيء مهم جدا، سواء حكم الساحة أو سواء حكام الفار، دور النادي الأهلي ومخاطباته أيضا مع الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. يعني هو نفس القصة برضه، هو البيان اللي تفضلت إدارة الإعلام مشكورة بإصداره في الكاف نتيجة على الاجتماع، هي بتلخص القصة دي. إحنا خاطبنا الكاف إن يتم الاحتكام إلى، وده منطقي يعني، كلها أعتقد كلها طلبات منطقية، لكن احنا عايزين نضمن انها تكون يعني متفق عليها وانها واضحه، لان يعني ما يبقاش في فرصه للقيل والقال، لان احنا واثقين ان الهدف زي ما قلت تاني لازم يكون مشترك سواء من الجهه المنظمه او الفرقه المتنافسه. فطالبين ان يكون الحكم اللي يتم اختياره يكون من المستوى الاول. الطبيعي ان الحكم ده ما تبقاش عنده يعني مشكلات واضحه او في تقارير تدينه او بحيث ان الحكم يكون قادر على انه يخرج بهذه المباراه الى بر الامان، وده مطلب منطقي. انت عايز حكم من المستوى الاول، واحنا عندنا ثقه ان شاء الله الهدف ده هيكون متفق عليه سواء بين الكاف او الاهلي، وبس عايزين نشوفه بقى على ارض الواقع ان شاء الله يوم المباراه، وخاصه انها مباراه هامه جدا.
الحاجه الثانيه ان احنا عايزين حكام الفار يكونوا على افضل ما يكونوا ايا كانت جنسياتهم، لان الهدف الرئيسي ان دي مباراه مش بس هي نهائي دوري ابطال افريقيا، احب نذكر ان دي مباراه مؤهله لنهائي كاس العالم للانديه او لنهائيات كاس العالم للانديه، فهي مش بس بتقام في ودي المباراه دي تحديدا مش جميع مباريات دوري الابطال، لان انت عارف حضرتك طبعا ان الفائز فقط بهذه المباراه هو اللي هيتاهل لكاس العالم للانديه. فالمباراه دي مباراه مهمه، الهدف منها مش بس الفوز بدوري ابطال افريقيا، ولكن ايضا ان انت تكون ممثل القاره الافريقيه في كاس العالم للانديه. واعتقد ان يمكن شفنا في تصفيات كاس العالم مثلا الاخيره زي ما شفنا مثلا في مباراه مصر والسنغال حكام على الفار من اوروبا، حكام الفار من اوروبا لان المباراه كانت مؤهله ايضا لكاس العالم اللي هتستضيفه دوله قطر الشقيقه ان شاء الله في نهايه هذا العام. هل من الممكن يا استاذ عمرو النهارده النادي الاهلي يتم توجيه دعوه لانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لمشاهده المباراه، وايضا كمان متابعه الاتحاد الدولي لجنه الحكام في الاتحاد الدولي لمراقبه المباراه؟ برضو دي من المواضيع المهمه النهارده. الاتحاد الدولي زي ما حضرتك بتقول ان كان متابع مباراه مصر والسنغال، وكان في طاقم اوروبي تابع الاتحاد الدولي، من الممكن دعوه انفنتينو لكي يرى يعني المشاهد على الطبيعه، وكمان مراقبه لجنه الحكام في الاتحاد الدولي للمباراه. بص كابتن اسامه، احنا 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 نادي الاهلي عارف قيمته على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى العالمي كويس جدا، لكن احنا مش هنعلم الناس كلها ولا بنقول للناس يعملوا ايه او ما يعملوش ايه. قصه دعوه لرئيس الاتحاد الدولي دي مش من المهام الخاصه بالنادي الاهلي، المباراه ليست مباراه النادي الاهلي. اللي عنده ده يختص بها الاتحاد الافريقي. هذا هو الاتحاد الافريقي. حقيقة. ومن الطبيعي ان الاتحاد الافريقي يتجه رئيس الاتحاد الدولي لمثل هذه الاحداث، فشيء منطقي. لو ما دعوهوش ما نقدرش نلوم عليهم، ولا نقدر نقول لهم بعتوا ليه او ما دعتوش ليه. اللي حضرتك بتطالب بيه ده كله ده بيخرج يعني بيخرج عن يعني ده شيء منطقي، يعني مش هو في السياق المنطقي ان الاتحاد الدولي بيراقب المباريات اللي بتؤهل بالبطولات بتاعته، بيراقب مستوى الحكام، لان ايا كان الحكم اللي هياخد المباراه بتاع نهائي افريقيا، اتخيل ان اقل المتوقع انه هيكون واحد من الحكام الافارقه المرشحين لنهائي كاس العالم بقطر. يعني لو خرج بره الاطار ده هتبقى مفاجاه كبيره بصراحه بالنسبه لنا، لكن اللي اتوقعه ان الراجل ده هيبقى واحد من الحكام المرشحين لنهائي كاس العالم بقطر، واداؤه في هذه المباراه هيكون له تاثير مباشر على وجوده في قطر من عدمه. وده شيء مهم جدا على حد علمي، على حد خبراتنا المتقاطعه يعني. نتمنى الاتحاد الافريقي يعمل كده. اخيرا يا استاذ عمرو، احنا مش عايزين يعني نبالغ في طبعا المشاعر دي، وانا مقدرها جدا وحضرتك، وعارف طبعا سواء قناه النادي او حتى ما دون قناه النادي، الناس كلها حريصه ان النادي الاهلي ممثل لمصر، مش النادي الاهلي ممثل للنادي الاهلي، النادي الاهلي في هذه الحاله هو ممثل لمصر، ممثل للوطن في مهمة وطنية في هذه المباراة، والدولة كلها والقطاعات كلها لازم تكون خلف النادي الأهلي في المهمة دي، ودي حاجة بنقدرها. فحريصين طبعا على الموضوع ده، لكن برضو لازم نكون احنا بنتحرك في الإطار المسموح لينا وفي الإطار اللي يتناسب مع دورنا في هذه المباراة إن شاء الله. أخيرا، أزمة الأجندة الدولية يوم 30/5 وبرضو نهاية 30/5، الأزمة دي كيف يتعامل مع النادي الأهلي لاعبين مهمين زي علي معلول، زي بيرسيتاو، زي ديانج، زي ميكيسوني، كل هؤلاء اللاعبين كيف ستحل الأزمة؟ خاصة كان في أزمة في شهر فبراير برضو الاتحاد الدولي مع الاتحاد الأفريقي ولعب النادي الأهلي بدون لاعبي الدوليين، كيف ستقدم النادي الأهلي أو الإجراءات اللي عملها النادي الأهلي علشان حل الأزمة المهمة دي؟ بص زي ما قلت حضرتك، هي حتى الآن هي ما هياش أزمة، يعني ما اقدرش اقول عليه ان هو الوضع اللي حصل ان الاتحاد الافريقي قرر تاجيل المباراه لتقام يوم 30 زي ما حضرتك عارف والناس كلهم عارفين، طبقا للبيان اللي اصدره على موقعه ان المباراه تحدد لها يوم 30، وده تغيير لميعاد المباراه اللي كان مقترح له 28، لان لوائح الكاف بتقول ان المباراه بتقام في ايام محدده، هو خرج عن هذا الاطار وحدد ميعاد جديد يوم 30 ليقام فيه المباراه. احنا مش عايزين نتعرض لهذا الجزء، احنا بس كل اللي عايزين نتاكد منه ان التاريخ الجديد ده ملوش تاثير مباشر علينا.
فالتأثير اللي حضرتك بتشير ليه ان يوم 30، ال 30 ده مشكلتنا معاه او الاشتباك اللي عندنا ان 30 ده هو بدايه الانترناشونال بريك او الاجنده الدوليه بتاعت الاتحاد الدولي لكره القدم. ده تعارض مفترض طبعا ان كان الكاف ما يعني ما ينفعش فيه، لانه هو الاجنده دي لازم يحترمها لانها دي اجنده الاتحاد الدولي لكره القدم اللي حطها بالاتفاق مع الاتحادات القاريه. فاحنا الاول قبل ما نقول للكاف ان في مشكله، احنا هنخاطب الاتحادات الوطنيه الخاصه باللاعبين، وان شاء الله احنا هنعتمد على علاقاتنا الطيبه المباشره معاهم بغض النظر عن هذا يعني القرار. هنخاطب الاتحادات بصفه وطنيه ونبلغهم ان احنا لاعبين مش هيلتحقوا بيهم يوم 30 نظرا للوضع او نظرا لقرار الكاف بتاجيل المباراه. لو والله لو حصل مشكله او احد الاتحادات رفضوا ساعتها ده هيبقى حقهم، لكن احنا بنعتمد على علاقاتنا الطيبه معاهم زي ما قلت لحضرتك تاني. يبقى ساعتها هنبدا نتكلم ان عندنا مشكله وهنبدا نقوم بتصعيد المشكله دي عشان نضمن حقنا ازاي ان احنا اللاعبين يكون في فرصه ان هم يتواجدوا معانا، وخاصه ان دي مباراه نهائيه زي ما قلت بتحدد المتاهل الى بطوله كاس العالم ان شاء الله. واحنا كلنا ثقه كابتن عمرو في مجلس اداره النادي الاهلي وفي اداره شركه الاهلي لكره القدم وكمان في اداره لجنه الازمه وايضا في اللاعبين والجهاز الفني. ايا كان ملعب المباراه النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يحصد البطوله 11 البطوله الافريقيه. كل الشكر استاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم. دي كانت يعني مداخله مهمه جدا من الاستاذ عمرو شاهين، وضح فيها كل الامور وازاي النادي الاهلي شغال، ولازم كل جماهير نادي الاهلي تكون في ظهر مجلس ادارتها، ولازم يبقى عندهم ثقه ان الناس بتشتغل 24 ساعه علشان هذه القضيه. ان شاء الله يعني زي ما قال النادي الاهلي في بيانه، النادي الاهلي لا يخشى انه يلعب في اي مكان، النادي الاهلي بس بيبحث عن العداله، العداله لازم تتوفر لكل الفرق، هو ده النادي الاهلي بيتحدث عنه. نروح لعبر سكايب برضو من ايطاليا ونشوف ردود فعل العالميه ايضا عن هذه القضيه. معانا مستر ايفان كارديا رئيس تحرير موقع توتو ميركاتو. تحياتي ليك يا مستر ايفان ومنور قناه الاهلي. مساء الخير. مساء الخير على الجميع وشكرا لكم لتوجيه الدعوة لي. شرف لي الظهور على قناة النادي الأهلي، وتحية خاصة لكابتن أسامة حسني أحد أفضل كباتن النادي الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا. في البداية رأيك إيه النهاردة البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأكبر في أفريقيا، وصول النادي الأهلي المصري إلى النهائي، وصول نادي الوداد المغربي إلى النهائي. المباراة النهائية ستقام على ملعب الوداد. الإعلان عن ملعب المباراة منذ أيام قليلة، من المفترض أن يكون الملعب محايد كما يفعل في أوروبا. بنشوف انطلاق البطولة أو قبل انطلاق البطولة الإعلان عن ملعب النهائي. شايف التخبط الأفريقي ده إزاي؟ ما حدث شيء غريب لا يحدث إلا داخل القارة السمراء، لأن بالنسبة في أوروبا الأمر مختلف تماما. فقبل بداية على سبيل المثال دوري أبطال أوروبا بسنة أو سنتين أو ثلاثة يكون هناك علم بالملعب وأين ستلعب المباراة النهائية قبل بداية البطولة. لكن ما حدث لديكم شيء غريب تناولته أيضا الصحف، ونتابع ردود الأفعال. نعلم أن النادي المصري قام بإرسال بعض الخطابات، ولكن من متابعتي للبرنامج أعلم أن منذ قليل تم انتهاء اجتماع لمجلس الإدارة وأن المباراة ستلعب كما اختار الاتحاد الافريقي. لكن ما حدث شيء يدعو للاسف، لا اريد ان اقول مرتب، بل شيء يدعو ان قاره افريقيا ما زالت في الوراء، لان ان تقوم باعلان المباراه النهائيه قبل اسبوعين فقط من الفاينل هذا شيء يدعو للتساؤل. يجب ان يسال عنه كل من هم في اعضاء لجنه الاتحاد الافريقي، لان يجب ان يتم المعامله في افريقيا كما يحدث في اوروبا. وأقول شيئا بالنسبة لي، لماذا تم الاتفاق على هذا الملعب رغم لعب الفاينل العام الماضي على نفس الملعب؟ أعلم أفريقيا وأعلم أن لديكم العديد من الملاعب، لماذا ذلك الاستاد بالخاص؟
ابرز الصحف العالميه والاوروبيه وخاصه كمان الايطاليه قالوا ايه عن هذه الواقعه او ابرز العناوين؟ كما قلت في الاول شيء غريب، تناولنا الخبر باستغراب كبير، كنا نتوقع ان تقوم المباراه النهائيه في دوله اخرى غير التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الافريقي، لان هذا يدعو للتساؤل. نحن كاوروبيون ندعو انفسنا للتساؤل، لماذا هذا الملعب؟ هل قاره افريقيا ليس لديها ملعب اخر لاستضافه حدث كبير كنهائي دوري ابطال افريقيا؟ لكن شيء غريب يجب ان يتم التحقيق فيه، ولكن يجب على النادي الاهلي ان يحقق في هذا الامر، لان نحن نتحدث عن فساد، فساد كبير في اختيار نفس الملعب قبل اسبوعين. اتمنى ان يقوم النادي المصري بتحقيق كبير في هذا الامر، لان نحن هنا نتحدث في اوروبا عن هذا الامر. لماذا تم اختيار الملعب منذ فترة قليلة؟ هذا هو الشيء الذي نتحدث عنه منذ إعلان الفاينل منذ أسبوعين. مستر إيفان، وأنت متابع جيد للسوشيال ميديا، شفت ردود الفعل العالمية على هاشتاج ستوب كاف كوربشن إزاي؟ هذا يدعو للفخر لجماهير النادي المصري، النادي الاهلي بطل مصر، لان نقول ان الاهلي لديه جماهير بالملايين استطاعت ان توحد كل طلباتها على تويتر، وان هذه الجماهير جماهير واعيه، لديها وعي، قاموا بطلب العداله وتحقيق العداله من خلال الهاشتاج التي قاموا بتدشينه، وهذا يعني ان لديكم جيش اخر خارج الملعب تعتمدون عليه غير الذي داخل الملعب. جماهير الاهلي معروفة للجميع وشيء يدعو للفخر، يدافعون عن لقب تشامبيونز ليج الذي انفاز به الاهلي، سيكون ثلاثية تاريخية، واعتقد ان هذا لا يريد احد اعضاء الاتحاد الذين قاموا باختيار الملعب في المغرب. لكن من دراساتي لتاريخ النادي الاهلي شاهدت ان الاهلي في الاعوام الماضية فاز ايضا بالبطولة، فاز باللقب خارج القاهرة، ليست مشكلة. اعلم ان الاهلي ليس لديه مشكلة خارج الملعب، ولكن كل ما فهمته وكل ما قمت بجمعه ان جماهير الاهلي غاضبة من هذا الاختيار، ولكن انا متأكد ان الاهلي سيحرز اللقب وسيعود به من المغرب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا مستر ايفان، رئيس تحرير موقع توتو ميركاتو، وكلام مهم ومتابعة الصحف العالمية والاوروبية عن فساد الاتحاد الافريقي. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا في النهائي الأفريقي ملف التحكيم. التحكيم ده حاجة مهمة جدا، سواء حكم الساحة أو حكام الفار. لما تشوف النهاردة، يعني لما بنتكلم عن أفضل حكام القارة الأفريقية لازم نحط جوميز. جوميز ده الحكم الجنوب أفريقي، واحد من أفضل الحكام. النهاردة لما تيجي تحط جوميز في المباراة في الدور قبل النهائي، هل النهارده لائحه الاتحاد الافريقي بتمنع ان حكم يلعب مباراه دور قبل النهائي ويلعب المباراه النهائيه؟ ده اللي هنعمل دلوقتي اتصال مهم جدا مع واحد من خبراء التحكيم، علشان النهارده ما ينفعش يكون الحكم الافضل في قاره افريقيا يدير المباراه حاصل تحصيل، يعني تحصيليه، مباراه مش مهمه، مباراه الوداد وبترو اتلتيكو اللي شبه يعني تم حسمها من المباراه الاولى. فالنهارده واحد زي جوميز ده لازم يكون موجود في المباراه النهائيه. حكم الكل يشهد بنزاهه جوميز، حكم من افضل حكام القاره. ياتي بعديه مين؟ وبالمناسبه النادي الاهلي ما عندوش مانع خالص، واحنا بنتكلم عن التحكيم، ان رضوان جيد المغربي يحكم للنادي الاهلي. خلي بالكم، شوفوا الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي، رضوان جيد ايه؟ راجل مغربي. احنا ما عندناش مشكله خالص ان رضوان جيد يحكم للنادي الاهلي ويكون طرف في المباراة النهائية، سواء في ملعب المباراة أو على الفار، علشان حكم نزيه. حكم لما تدور على أخطائه في كل البطولات الأفريقية حتى لو في خطأ هتلاقيها عن غير قصد. دول الحكام اللي مفروض يعني حكام الصفوة في أفريقيا. ملف التحكيم ملف مهم جدا، هنشوف الاتحاد الأفريقي برضه
وتعيينه للحكام في المباراة النهائية. نروح برضو علشان نتابع ملف التحكيم مع خبيرنا التحكيمي الحكم الدولي السابق كابتن ناصر عباس. مساء الفل يا كابتن ناصر. مساء الخير عليك كابتن أسامة، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وحضرتك طبعا بتقول كلام محترم جدا جدا، انت قلت حاجة جميلة جدا، رضوان جيد. لما نوصل لمرحلة يا كابتن أسامة نقول ان رضوان جيد من المغرب ويدير المباراة من المغرب، يبقى الكلام ده يا جماعة دي رسالة لكل من هو في الاتحاد الأفريقي، ان يا جماعة التحكيم الأفريقي ما زال متأخر. مش عاوز أقول كلام كتير، عاوز أقول النادي الأهلي من الأندية اللي أكثر تعرضا للأخطاء التحكيمية على مدار السنوات اللي فاتت يا كابتن أسامة. النادي الأهلي تعرض لظلم كبير جدا جدا، ظلم تحكيمي كبير جدا بسبب الحكام في أفريقيا. أخطاء كانت واضحة جدا جدا، وللأسف الشديد احنا النهاردة بنكرر نفس الموضوع. أنا بس هروح لنقطة مهمة جدا يا كابتن أسامة. لما النهاردة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي النهاردة لكرة القدم بتعلن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 اللي هو الموسم المقبل يا كابتن أسامة في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية، وبتعلن أيضا نهائي الدوري الأوروبي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. النهاردة المسابقة ما بدأتش لسه، وبيتم إعلان الملعبين قبل البطولة ما تلعب. لما تيجي حضرتك النهاردة بتعلن ملعب البطولة والبطولة شغالة قبل البطوله ما تنتهي باسبوع، اعتقد هناك خلل واضح جدا في نظام المسابقات واللوائح بالاتحاد الافريقي، ولابد ان الامور ديت يعني يعاد النظر فيها، وان يتم تحديد الملعب قبل البطوله. طب هل تم تعيين الحكام في المباراه النهائيه يا كابتن ناصر لحد دلوقتي؟ اول ما تم الاعلان عن المباراه النهائيه على طول الناس قالت بكاري جسامه. بص يا كابتن اسامه، ما زال حتى الان لم يتم اعلان طاقم التحكيم لهذه المباراه، بس انا هروح لنقطه مهمه جدا. تعالى ناخد كده اللي هم الثمانيه اللي هم مترشحين لكاس العالم يا كابتن اسامه، واكيد هيبقى في واحد منهم. احنا بنتكلم في مصطفى غربال الجزائر، المغرب زي ما حضرتك قلت رضوان جيد، جنوب افريقيا فيكتور جوميز، الزامبي سيكازوي، ودي مفاجاه بقى ثانيه عايز اتكلم فيها كمان يا كابتن، ودي مشكله. لما النهارده جاني سيكازوي الزامبي اللي هو كان عنده مشكله وتم ايقافه 6 شهور، وبعدين رجعوه في بطولة أمم أفريقيا ولعب مباراة مباراة تونس قبل الوقت الأصلي، تونس ومالي حوالي 10 دقايق تونس ومالي في الدقيقة 85 وعنده أخطاء فادحة النهارده، وتيجي النهارده تديله مكافأة إن هو يدير نهائي الكونفدرالية ما بين نهضة بركان وأورلاندو بايرت. دي حاجه تدل على ان مفيش معايير في اختيار الحكام. وهنا الخوف يا كابتن اسامه، يعني هنا الخوف لما بتدي حكم موقوف وعنده مشاكل بتديله نهائي الكونفدراليه، ده بتكافئه على ان هو اخطا. طب ما احنا كان عندنا اكتر من حكم مدير الكونفدراليه يا كابتن اسامه، وعاوز على سبيل المثال امين عمر في مصر، يعني امين عمر حكم الدولي، انت مختار 3 حكام من الفار ومختار الحكم من سيكازوي، كان ممكن انك انت تحط طاقم تحكيم في هذه المباراه مصر، ولكن الامور تدار عشوائيه على حسب المزاج والكيف يا كابتن اسامه، ودي مهزله. طيب بالنسبه لفيكتور جوميز، هل دلوقتي في لائحه الاتحاد الافريقي يمنع ان حكم ادار المباراه في الدور قبل النهائي انه ممكن يدير مباراه النهائيه، خاصه واحنا بنتكلم دلوقتي على واحد من فيكتور جوميز من افضل حكام القاره، مرشح لبطوله كاس العالم، يعني اخطاء نعتبر مثلا مش موجوده في كل ادارات والمباريات؟ اولا يا كابتن اسامه، مفيش في اللوائح ولا النظم بتقول ان الحكم اللي ادار قبل النهائي او دور الثمانيه لا يدير النهائي، الكلام ده مش موجود اصلا ومش موجود في لائحه المسابقات. وزي ما قلت يعني انت النهارده يعني كفانا ظلم للاهلي، خلاص النادي الاهلي بيلعب في ملعب المنافس، بيلعب في جمهور المنافس، بيلعب ضد اجواء هو مش بتاعته. من العداله ومن الفير بلاي زي ما الاتحاد بيقول الاتحاد الدولي، ايه المانع ان حضرتك ما انت اخترقت كل الضوابط واللوائح وحطيت الملعب اللي هو المفروض النادي الاهلي ما يلعبش عليه؟ ايه المانع انك انت تحط فيكتور جوميز او تحط مصطفى غربال يا كابتن اسامه؟ يعني عندنا حكم جزائري مصطفى غربال، حكم من الحكام المتميزين ايضا في القاره الافريقيه، وعندنا فيكتور جوميز هو من افضل الحكام معاهم رضوان جيد، ايه المانع انك انت تحط فيكتور جوميز او مصطفى غربال لهذه المباراه؟ ولكن النهارده باقي من الثمانيه، باقي مين يا كابتن اسامه؟ باقي بكاري جسامه، والكونغولي جان ساك نادالا، والسنغالي ماجيتي ناداي، اعتقد والبروندي باسك، هم اكيد هيحطوا حد من الاربعه دول.
ولكن في حاله ما تحط حد من افريقيا، اتمنى ان حضرتك تجيب لنا طاقم تحكيم من خارج القاره لتقنيه زي ما احنا شفنا في مباراه مصر والسنغال، كان في على الفار طاقم تحكيم من اوروبا. هل ممكن يكون في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا ولا في ما يمنع من اللائحه برضه؟ ما احنا خلي بالك احنا كله بنتكلم باللوائح دلوقتي. كابتن اسامه، هذا السؤال، بعض البطولات في القارات الاخرى، جميع القارات بتستقدم حكام في بطولات الامم الافريقيه او الاسيويه او اي قاره بتنظم بطوله امم افريقيه، يعني بيستقدموا حكام من بره بيجي يلعب مباراه او مباراتين او يعني حسب ما هم شايفين المباراه الحساسه. فالنهارده حصل الكلام دوت في مباراه مصر والسنغال، وجابوا طاقم تحكيم لتقنيه الفيديو من الخارج. ايضا احنا بنقول يعني هنا ما فيش ما يمنع انك انت قررت هذا الكلام في مباراه مصر والسنغال. يعني اتمنى انك انت لو هتحط حكم من افريقيا يجب ان يكون حكام الفار من افضل دوله وحكام النخبه في تقنيه الفيديو، عندنا في انجلترا، عندنا في اسبانيا، عندنا في فرنسا. هديك مثال النهارده كابتن اسامه وهخرج بس من الموضوع. النهارده نهائي كاس الملك في السعوديه، مين بيدير هذا اللقاء؟ مين بيدير هذا اللقاء المهم اللي هو نهائي الكاس اللي هو هيتلعب يوم الخميس 19/5؟ افضل حكم في اسبانيا ويمكن افضل حكم في اوروبا اللي هو انطونيو ماتيوس لاهوز بيحكم نهائي الكاس الملك هناك في السعوديه. يعني بنتكلم بشيء يذكر. فما فيش ما عندي انك انت تجيب حكم او حكام تقنيه الفيديو على مستوى عادل على اساس ان هم يحققوا العداله التحكيميه الى حد ما، على الرغم ان ايضا برضك هيبقى في مشكله من الحكم لان في قرارات كثيره جدا الفار لا يتدخل فيها، وهنا هيبقى الحكم برضك مضغوط يا كابتن ويبقى في ظلم. اي حد هيحكم غير فيكتور جوميز ومصطفى غربال اعتقد هيبقى في مشاكل. طب هل دلوقتي الاتحاد الدولي بعد تسليط الضوء والازمه والاقاويل الكثيره النهارده ممكن الاتحاد الدولي يعين لجنه من الاتحاد الدولي من لجنه الحكام لمراقبه طاقم التحكيم في المباراه النهائيه؟ كابتن اسامه، على فكره ثمان حكام اللي موجودين في البطولات الافريقيه واللي بيتم اسناد ليهم مباريات في سواء كان في دوري الابطال او الكونفدراليه او في بطوله الامم الافريقيه كلهم بيتراقبوا وما زالوا يتراقبوا من لجنه الحكام في الاتحاد الدولي لحين يعني تقييمهم بشكل يعني رسمي، لان مش كل الحكام دي هتروح كاس العالم. هم تم اختيارهم مبدئيا، ولكن هؤلاء الحكام بيتم مراقبتهم من قبل الاتحاد الدولي، وخلي بالك مش هيبقى ابدا يعني هيبقى موجود رئيس الاتحاد الدولي، اكيد هيبقى موجود في المباراه النهائيه، اكيد هتبقى لجنه الحكام هتبقى مدعويه في هذا النهائي. اعتقد ان الامور هتبقى واضحه جدا من الكل. زي ما قلت لحضرتك انا ما عنديش مشكله في ان حكم افريقي يدير اللقاء، ولكن المشكله هنا كابتن ايه؟ ان النهارده انت بتلعب تحت ضغوط في ملعب المنافس، اجواء وحاجات غير طبيعيه. اتمنى اختيار حكم يكون ليه شخصيه، حكم يوفر الحمايه. احنا بنتمنى كمان يا كابتن ناصر حكم نزيه يدير المباراه النهائيه. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي بنشكرك شكرا جزيلا. كده القضيه بقت يعني مثاره للناس كلها، كل جماهير النادي الاهلي عرفت مجلس اداره النادي الاهلي بيتحرك ازاي، كمان ملف التحكيم من الملفات المهمه. ونتمنى كل التوفيق لعيب النادي الاهلي اولا بكره في مباراه الدوري ان شاء الله، المباراه مهمه جدا، ولما نوصل للمباراه النهائيه كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل كابتن تامر دسوقي مدرب حراس المرمى داخل النادي الاهلي فريق 2003، وايضا مصطفى مخلوف من الحراس الواعدين الصاعدين تم تصعيده خلال الفتره الاخيره برضو مع الفريق الاول، معانا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، معايا ضيوف اللي مشرفينا ومنورينا النهارده، يعني علشان نتكلم عن حراسه المرمى في النادي الاهلي. ولما بنتكلم عن حراسه المرمى في النادي الاهلي ما شاء الله دلوقتي يعني مطمنين لسنوات طويله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي او في الفريق الاول. ما شاء الله عندنا محمد الشناوي وعلي لطفي وعندنا مصطفى شوبير وعندنا كمان مصطفى مخلوف، يعني الصاعد الواعد. وشفنا في مباراه 2006 اللي احنا زعناها لحضراتكم الجمعه وفوز النادي الاهلي على الزمالك 3-1، ظهر يعني حارس مرمى كان حديث كل الاهلاويه عمر كامل برضو اللي تالق. برحب بضيوف النهارده الكابتن تامر سوي مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، مشرفنا منورنا كابتن تامر. اهلا بيك يا كابتن اسامه، سعيد اني موجود مع حضرتك. ايضا كمان مصطفى مخلوف اللي احنا شفناه خلال الفتره السابقه بدا يطلع الدرجه الاولى ويتمرن مع الفريق الاول، شرفنا منورنا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن، شرفت بمعرفتك طبعا. سعيد ان انا موجود شويه. سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده. شرفنا ومنورنا. ابتدي مع كابتن تامر. كابتن تامر الحمد لله يعني النادي الاهلي في حراسه المرمى ما شاء الله عندنا حراس واعدين صاعدين. شفنا قطاع النشيب النادي الاهلي ولاد، يعني محمد الشناوي واحد من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وكمان في افريقيا وافضل حارس، واحد من نتاج قطاع النشيب النادي الاهلي. بنشوف مصطفى شوبير، بنشوف مصطفى مخلوف، بنشوف عمر كامل، حمزه علاء، حمزه علاء كمان طبعا، حمزه علاء واحد من فريق الشباب النادي الاهلي. عندنا ما شاء الله مواهب في حراسه المرمى. والله يا كابتن اسامه يمكن انا يعني طلعت مع حضرتك قبل كده واتكلمنا في الموضوع ده وقلت يعني بالحرف كده احنا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى. وزي ما حضرتك قلت دلوقتي لو خدنا الفريق الاول احنا في اربع حراس موجودين فوق، ثلاثة منهم نتاج قطاع الناشئين. عندنا الفرق كلها ما شاء الله عندنا حراس مرمى على مستوى عالي. عندنا حراس مرمى بتلعب في على المستوى المنتخبات كلها، ما عندناش مشكله في حراسه المرمى الحمد لله. احنا عندنا مشكله في التنافس. يعني احنا عندنا مشكله في التنافس، يمكن يعني اتكلم على فريق 2003 اللي انا ماسكه السنه دي. طبعا في البدايه يعني انا بعزي فريق 2003 والنادي الاهلي في وفاه الحارس زياد ايهاب رحمه الله عليه. الله يرحمه. فاحنا كان عندنا حراس جيدين ودعمنا بحارسين كمان جيدين. يعني احنا كنا 2003 2003 2003 يعني احنا كان عندنا السنه دي في القائمه بتاعه الفريق اربع حراس. ما شاء الله يعني ما كانش عندنا اي مشكله في الحراس، لكن احنا كنا بندور ان ازاي ندعم، بندور ازاي نحط الـ الاساس للفريق الاول، ان وقت ما يحتاج حارس يكون موجود وحارس على مستوى جيد. ال 2001 في حراس جيدين برضه بيتصعد منهم للفريق الاول، محمد اشرف كوتو وعاصم، وطبعا هو حمزه 2001 بس هو مع الفريق الاول الدرجه الاولى. فالحمد لله احنا ما عندناش مشكله، الحمد لله النادي الاهلي غني وقطاع الناشئين غني، وكابتن خالد يعني ما بيتاخرش في دعم القطاع. لما طلبنا منه ان احنا عايزين نقوي حته حراسه المرمى او ندعم حته حراسه المرمى في 2003. استنى لازم اقف وانت بتتكلم عن تقويه حراسه المرمى النادي الاهلي، شاف اللقطات مصطفى مخلوف ما شاء الله لقطات وصدات مميزه قوي يا كابتن تامر وانت بتتكلم. والله يا كابتن بص يعني انا لو هتكلم على مصطفى، مصطفى احنا من السنه اللي فاتت برضو عشان ادي الحق لاصحابه كان كابتن خالد عثمان ماسك 2003 السنه اللي فاتت في النادي الاهلي وقال لي في حارس مرمى كويس في نادي الترسانه. ولما اتكلمنا عليه وكابتن خالد اتكلم عليه بدانا نتابع الحارس وبدانا نشوف هل هو هيتناسب مع النادي الاهلي كمقاومات بدنيه وجسمانيه وشخصيه، المهارات موجوده. هو حارس موهوب ما شاء الله. فبدانا نتابعه كويس، بدانا نفرج عليه في ماتشات كويس، واللجنه الفنيه شافته ومدربين حراس المرمى في النادي شافوه. ومع الكابتن خالد لما خد راينا قال يعني خلاص انتم مستقرين عليه، بدا ان هو وانت بتتكلم عن التنافس ده الحارس الثاني ده ادهم. ده ادهم سياحه برضو السنه دي جاي من من دجله. حارس متميز جدا ما شاء الله. احنا كابتن اسامه لما بنختار حارس ان احنا نجيبه من بره النادي لازم نشوف هل هو هيتماشى مع حراسه المرمى في النادي الاهلي ومع سياسه النادي الاهلي ومع اللي مطلوب منه. اول حاجه بتبص عليها ايه في حارس المرمى وانت
بتنتقي علشان تجيبوا النادي الاهلي، فاول حاجه بتلفت نظرك ايه؟ او اول حاجه بتدور عليها؟ اول حاجه لازم اكون موجوده في حارس المرمى اللي انا هجيبه النادي الاهلي شخصيته. يعني النادي الاهلي هو حارس محطوط تحت ضغط على طول. يعني لو اتكلمنا في حارس مرمى بيلعب في اي نادي تاني محترم كل الانديه هو مش مطلوب منه حاجه. لكن انت في النادي الاهلي مطلوب منك فوز، مطلوب منك ان انت دايما تكسب، مطلوب منك ان انت يبقى عندك استعداد ان انت تنافس عشان تطلع فريق الاول. في حراس مرمى جيدين كتير ما بيستحملوش الضغط ده. مصطفى قول لي بقى بدايتك في كره القدم، ابتديت في الترسانه صح؟ ايوه. ولا ابتديت في مكان قبل الترسانه؟ لا اول سنه ليا كانت مع النادي الترسانه. رحت كام سنه؟ قعدت 5 سنين في الترسانه. ومن الترسانه كنت بلعب ماتش ودي مع الاهلي. لا استنى بس خلينا نتفق بس اتفاق ده كابتن تامر، ما شاء الله ده وحش في حراسه المرمى. ما شاء الله ما ينفعش الوحش ده يبقى صوته واطي. صح؟ خلي بالك يا مصطفى بره الملعب كده. لكن في الملعب حاجه ثانيه. طب لا احنا عايزين جريء برضه على الشاشه صوته يعلى معانا. لا انا ابتديت بقى انت في الترسانه، صح؟ رحت كام سنه؟ قعدت 5 سنين في الترسانه، ومن الترسانه كان في ماتش ودي مع الاهلي. فكنا بنلعب الاهلي ماتش ودي، فكابتن شرف شافني فطلبني من رئيس النادي كابتن طارق السعيد فكلمني. فقعدت بقى شويه قبل ما الموضوع تم. فكابتن خالد بيبقى خلص كل حاجه في نفس السنه. كانت المباراه الوديه فين؟ في الترسانه ولا كانت في ملاعب الناشئين في الاهلي؟ في الاهلي. كانت في الاهلي. أيوة. شعورك ايه بقى لما عرفت بقى ان اللعيب يعني المسؤولين في النادي الاهلي بيتابعوك وعايزينك في النادي الاهلي؟ لا طبعا كنت سعيد، ده حلم اي حد انه يكون متواجد في النادي الاهلي. هسالك، انت طلعت مع الدرجه الاولى في كاس الرابطه، وكنت متواجد كمان في كاس العالم الانديه الاخيره اللي كانت في الامارات. هسالك بقى وشعورك وتدريباتك مع محمد الشناوي، مع ميشيل يانكوني كمان، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مصطفى كنت بسالك قبل الفاصل، طلعت الدرجه الاولى، كنت موجود معاهم في كاس الرابطه، كنت موجود كمان في حدث كبير قوي، كاس العالم للانديه. شعورك وانت موجود مع الدرجه الاولى وسط نجوم الدرجه الاولى دلوقتي بتمرن معاهم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، بتمرن مع ميشيل يانكوري دلوقتي في الدرجه الاولى برضه؟ ده شرف لاي حد يبقى متواجد فوق في الدرجه الاولى. استفدت خبره كتير لما طلعت فوق، واستفدت من كابتن شناوي وكابتن علي لطفي وكابتن شوبير، استفدت منهم كلهم. طب قول لي بقى اول واحد استقبلك منهم كان مين وقال لك ايه؟ كان اوفا مصطفى شوبير. اوفا شارب اوفا. قال لك ايه مصطفى؟ اول تمرينات ليا فوق كان بيقول لي اكنك بتتمرن تحت عادي، ولا اكنك في حاجه، بتتمرن مع فريقك زيك زي فريقك عادي، اعمل اللي عليك وربنا يكرمك. والحمد لله. طب قول لي بقى من مدينه نصر لكاس العالم للانديه، يعني بص نقله كبيره. شعورك بقى لما رحت هناك كاس العالم للانديه والملاعب والنظام وحدث ومحفل عالمي كبير زي كده؟ لا انا اتفاجئت برضه بنفس الحوار. انا كنت ساعتها في كاس الرابطه كان مع كابتن ميشيل، بلغني بعديها بيوم بعد كاس الرابطه اللي انا بقى متواجد معاهم في كاس العالم. ما كنتش عارف، انا كنت واخد الشنطه بتاعتي ومروح. فلقيته بيقول لي انت هتكمل مع الفرقه وهتسافر معاهم كاس العالم. انا استغربت. فكملت معاهم وسافرت معاهم واستفدت بخبره كتير كمان هناك مع كابتن شوبير وعلي لطفي. بس طب قول لي محمد الشناوي ابرز الحاجات اللي بيقولها لك في التدريبات وانت موجود معاه لما بتصعد الفريق الاول؟ لا استفدت منه كتير اول فتره اللي فاتت. التمرينات اللي بيعملها بتفرج عليه وبحاول انفذ اللي هو بيعمله، بحاول استفاد منه، بحاول استفاد منه بالكور اللي بيشتغل بيها والحاجات كده. كابتن تامر، واحنا بنتكلم عن حراسه المرمى، واحد من ولادك مصطفى شوبير انت اشتغلت معاه، وهو اشتغلت معاه عنده كام سنه؟ مصطفى اشتغلت معاه، هو مصطفى وحمزه الاثنين. وحمزه يعني مصطفى كان 2000 وحمزه 2001. مصطفى اشتغلت معاه من هو 9 سنين، اول سنه دي في النادي الاهلي، يعني كان في البراعم سن التاسيس. كان هو واحمد طارق كان لسه اول سنه ليهم سن البراعم. وحمزه نفس الكلام يعني من 9 سنين برضه. طب قول لي بقى اهم ما يميز مصطفى شوبير دلوقتي وهو في الوقت اللي خد فيه، سواء في الرابطه او كان في مباراه كاس مصر
ما شاء الله ظهر يعني ان عندنا حارس كبير. مصطفى طول عمره كابتن هو اهم ما يميزه شخصيته. مصطفى شخصيته كويسه وعنده ثقه في نفسه كبيره. ما شاء الله كمان دلوقتي الناحيه الجسمانيه عنده ما شاء الله. هو حارس موهوب زي حمزه حارس موهوب. يعني شخصيتهم الاثنين تخليه يقدر ينافس مع اي حد. الاثنين يعني حتى الفتره اللي هما كانوا مع الدرجه الاولى وما لعبوش كتير. فلما كانوا بينزلوا يشاركوا مع فريق ال 2001 كان يعني كانوا واقفين على رجلهم بلغه الكوره. وده الحارس الموهوب بس يبقى كده. اللي هو مهما بعد لما يرجع ما يبقاش بعيد قوي، يبقى السنس بتاع الماتشات بس هو اللي مش موجود او بتاع الكوره بس هو اللي مش موجود، لكن هو عنده احساس بكل حاجه في الملعب. مصطفى وحمزه من النوعيه دي. شوبير كمان عنده طموح. يعني هو عنده طموح انه عايز يوصل وده حقه، زي حمزه ما عنده طموح انه عايز يوصل وده حق، وده حق مشروع لاي حارس في النادي الاهلي. انه يبقى عنده طموح انه ينافس انه يوصل درجه اولى وينافس ويلعب ويبقى موجود حاطط رجليه يعني. مصطفى واحنا دلوقتي كان معانا صوره من كاس العالم للانديه وانت موجود مع محمد الشناوي ومع علي لطفي ومع مصطفى شوبير. قول لي انت السنه دي اول سنه ليك في النادي الاهلي، مسابقه 2003 مسابقه قويه جدا النادي الاهلي ما وفقش فيها لكن اديته فيها مباريات كبيره. فاكر اول مباراه كانت ليك مع النادي الاهلي في قطاع الناشئين النهارده كان في قطاع الناشئين السنه دي كانت ايه؟ كانت مش فاكر، كان اتصبت فتره اتصاب قبل البطوله بحوالي 5 ايام ورجعت على فرقه بدا ورجعت على فرقه. طب المباراه اللي انت شفتها يعني كانت مهمه اديتها اداء رائع كنت مميز فيها في بطوله 2003؟ كان المقص مصر المقص. عملت ماتش كويس الحمد لله من تعليمات كابتن تامر. ابرز الحاجات اللي بيقولها لك كابتن تامر ايه في التدريبات؟ كابتن تامر في التمرينات زي ابونا. في التمرينات احنا كابتن تامر الحاجات اللي بيقولها لنا لازم نعملها. واحنا استفدنا من حضرته كتير قوي انا وادهم وطارق زياد الله يرحمه. طيب محمد الشناوي قال لك ايه لما طلعت الدرجه الاولى وانت بتتمرن معاهم مع الدرجه الاولى؟ ابرز الحاجات او التعليمات اللي بيقولها لك محمد الشناوي وانت لسه لاعب صاعد طالع معاهم في اول تمرين؟ انا اول ما طلعت كان في استلامات على الارض فقعد يوجهني بيها. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون واحنا بنتكلم عن مسابقه 2003 كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر 2003. تحياتي ليك يا كابتن كرم ومنور قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن مصطفى تحياتي ليك ولضيوفك الكابتن تامر والكابتن مصطفى مخلوط. وهم معايا دلوقتي النهارده احنا بنتكلم عن مسابقه 2003 وحضرتك المدرب العام. قول لي يعني شفت مسابقه 2003 السنه دي ازاي، خاصه بطوله قويه بطوله جمهوريه وافرزت يعني عديد من المواهب؟ اولا بطوله طبعا المسابقه السنه دي ناجحه عن الموسم اللي فات يمكن في انتظام المباريات. السنه اللي فاتت كان في توقف كتير انما السنه دي لا في انتظام رغم الضغط بتاع المباريات بس في انتظام في البطوله. وفي طبعا تابعنا المباريات كلها يمكن الجهاز الفني الكابتن محمود والكابتن حمدي حمدان والكابتن هاب جلال تابعنا المباريات كلها وشاهدنا التطور يعني التطور في مستويات اللعيبه وحراس المرمى عن الموسم اللي فات افضل بكتير يعني. ونجاح البطوله ان هي افرزت لنا عناصر كتيره جيده يعني تطورت يعني السنه اللي فاتت وشفنا ناس جديده السنه دي ويمكن ظهرت في كاس الرابطه مع الفريق الاول مع انديه الدوري الممتاز شفنا اغلبيه الفرق استعانت بلاعيبه من 2003 ان هي تلعب في الفريق الاول في كاس الرابطه وطبعا كان منهم النادي الاهلي في اكتر من عنصر ومنهم مصطفى كان موجود في الفريق رأفت خليل كمان كان موجود ورأفت خليل وشرقيه ويوسف شريف كانوا موجودين مع الفريق الاول في الفتره بتاعه كاس الرابطه. يمكن البطوله دي قوتها والمنافسه اللي كانت موجوده افرزت مجموعه اللعيبه دي وحصل تطور في مستوياتهم. بتبقوا سعداء لما بتشوفوا لعيبه من الانديه بتشارك مع الدرجه الاولى بتبقى بطوله اقوى خبرات اكتر هتساعدكم انتوا كمدربين وكجهاز فني في منتخب مصر؟ كابتن اسامه احنا نمره واحد حتى لو في المستويات اللي هي
اقل ممتاز به او كده، احنا بنبقى سعداء ان اي لعيب بيلعب في الفريق الاول. تخيل ان انت عندك عنصر اكتر من لاعب موجود معاك بيلعب في الفريق الاول، دي احنا شفناها ويمكن بدايتنا معاهم غير دلوقتي. يعني بدايه السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات مع اللعيبه لا حصل تطور، ولما لعبوا مع الفريق الاول حصل عندهم ثقه وثقه في نفسهم اكتر، وان هم حسوا ان هم قريبين ان هم يبقوا في العناصر الاساسيه في الفريق الاول او ان هم يتمرنوا مع الفريق الاول. دي استفاده لينا قويه جدا، حتى بتوفر علينا حاجات كتيره قوي في التجمعات بتاعتنا. الفترة اللي جاية بعد انتهاء بطولة 2003 التجمع اللي جاي امتى والمباريات الدولية كمان؟ احنا ان شاء الله عندنا تجمع يوم 21/5 يوم السبت الجاي ده ان شاء الله. هنعمل تجمع معسكر مفتوح اليوم 30، وبعد كده هندخل معسكر مغلق. يمكن بدأنا بدري السنة دي على اساس ان احنا عندنا ان شاء الله البطولة العربية من 20/7 إلى 5/8 هتبقى في السعودية. فان شاء الله البدايه بتاعتنا السنه دي افضل، تبقى افضل من الموسم اللي فات. يمكن كان في تاخير في نهايه البطوله السنه اللي فاتت، لا احنا بادئين السنه دي بدري جدا. ان شاء الله يبقى اعداد كويس للعيبه، وان شاء الله البطولات اللي جايه زي ما قلت لحضرتك ممكن يبقى في غالبا مباراتين دوليتين مع الاردن الشهر 6، او ان احنا ان شاء الله هيبقى استعدادنا للبطوله اللي هي العربيه ان شاء الله 20/7 إلى 5/8 في السعوديه. كل التوفيق يا كابتن كرم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر مواليد 2003. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن تامر، مستر ميشيل يانكوني من الناس الحريصين جدا على متابعه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما متواجد في مباريات، بيحضر التدريبات، حريص دايما ان يحصل تواصل ما بين قطاع الناشئين والدرجه الاولى. شايف تواجده المستمر ازاي، سواء معاكم كمدربين او كمان بيتابع الحراس تحت في قطاع الناشئين؟ هو مستر ميشيل يعني حضر لنا كذا مباراه، اتفرج على مصطفى واتفرج على ادم. هو يعني في المباراتين بيتكلم على السيستم اللي المفروض نطبقه عشان لما حارس من الحراس يطلع درجه اولى ما تبقاش العمليه غريبه عليه. يبقى عارف هو هيتمرن ازاي، ايه السيستم النظام اللي فوق. بالاضافه ان هو كمان عامل معانا اجتماع واجتمع مع المدربين كلها وعارف احنا بنشتغل ازاي، كان بوجود مستر مايكل بروكيتش. فانا شايف التواصل ده في حد ذاته مهم جدا جدا يا كابتن، ان الحارس او الولد الصغير لما يشوف مدرب حراس الفريق الاول النادي الاهلي جاي اتفرج عليه، ده دفع كبير جدا، ومعناه ان انت مش بعيد عن عينينا. لو انت شد حيلك وانت كويس هتبقى موجود معانا. وهو اتفرج على 2001، اتفرج على 2003، اتفرج على 2005، يعني نزل تابع حراس كلها، مش فرقه معينه يعني. شايف حضور الكابتن محمود الخطيب المستمر دايما في قطاع الناشئين والدعم ليكوا، توفر كافه الامكانيات دلوقتي ما شاء الله وميزانيه كبيره قطاع الناشئين من الاهلي ازاي؟ عايز اقول لك يا كابتن ان احنا من بدايه فتره الاعداد في اول ما بدانا كنا بنتمرن حوالي الساعه 6 الصبح. فكابتن خالد عامل نظام ان المدرب بيكون موجود في النادي قبل التمرين بساعه وفي الملعب قبل التمرين بنص ساعه. فلما كان التمرين 6 الصبح كان في استثناء بيبقى بس متجمعين قبل التمرين بنص ساعه في الملعب. فاحنا دخلنا الملعب الساعه 5:30 الصبح لان كابتن خطيب موجود. قبل المدربين قبل اللعيبه قبل لان موجود في الملعب والله يعني. احنا يعني كل الناس استغربت بما فيهم الكابتن، احنا داخلين كلنا مع بعض بنتجمع بنخش مع بعض، كابتن خالد هنا موجود جوه الساعه 6 الصبح فتره الاعداد، كان 5:30 احنا بنتجمع 5:30 يا كابتن اسامه. كان موجود، كان جوه الملعب يعني بقى تتكلم بعد الفجر مباشره. بالظبط يعني. فاولا طبعا حافز ودافع لكل الاولاد اللي موجودين، المدربين اللي موجودين. يعني لما تلاقي دايما بكلم مع كابتن خطيب، هو اسطوره، هو محبوب، هو معروف على مستوى كل الاجيال. فلما الولاد صغير يشوف محمود الخطيب جاي الساعه 5:30 الفجر وهو رئيس النادي الاهلي، انت بيجبرك ان انت تبقى ملتزم. طبعا قلت لك ان دافع وحافز كبير جدا. غير طبعا وبعد كده اجتماعات دوريه مع المدربين في القطاع بالتنسيق مع كابتن خالد طبعا. امكانيات ما شاء الله متوفره دلوقتي،
وهو ده اللي بيسعى عليه كابتن محمود، ان نشوف نشيب النادي الاهلي دايما ولات كده بال يعني باللعيبه ابناء النادي الاهلي. بنشوف محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر. قول لي يا مصطفى، مين مثلك الاعلى؟ مصر الشناوي طبعا. الشناوي وعالميا مصر ألزم. طب انا عايز دلوقتي واحنا بنعرض لقطات في حراسه المرمى، عايز اشوف لقطات مصطفى مخلوف لو سمحتوا علشان نشوف التصديات دي، وهو يكلمنا عن كانت في انهي مباراه. الدوري السنه دي كان دوري قوي، دي يعني افضل التصديات لمصطفى مخلوف. انا عايز تصديات مصطفى مخلوف افضل المباراه كان السنه دي الدوري قوي في 2003 طبعا. دوري جمهوريه بتقابله كل الفرق، زمالك واسماعيلي ومقاولين وانبي، كان دوري قوي يا مصطفى. طبعا كان الماتشات كلها صعبه، مفيش ماتش سهل في الدوري. فكنا بناخد كل ماتش باهتمام، وكنا بننزل عاملين اللي علينا وعاملين حساب اي فرقه بنلعبها. والحمد لله فنشنا تالت، بس ان شاء الله الموسم اللي جاي نقدر نفنش اول. وربنا يكرمنا ان شاء الله الموسم اللي جاي. كابتن سيد غريب كان يعني بيشتغل معاكم شغل كبير فني، شفت اذاعه المباريات ازاي لما كنا هنا بنذيع ل 2003 مباريات هنا على قناه الاهلي، كنا نعمل استوديو تحليلي. يعني دي تصديات مصطفى مخلوف، هنا ابرز التصديات من الدوري. دي مباراه ايه دي يا كابتن تامر؟ دي مباراه تفتكرها مصطفى؟ مباراه المقاصه على ما اظن. دي المقاصه. دي افضل التصديات. لا عايز اقف عند التصدي ده، ولازم نقف عنده ونتكلم عليه شويه. كره تسديده رايح رايح بالعكسيه فارق جسمك ما شاء الله، بيمتاز بالطول، ودي اهم حاجه يا كابتن تامر اللي تميز حارس المرمى. حضرتك لما اتكلمت معايا يا كابتن على يعني ايه الصفات اللي انتوا بتختاروا بيها حارس المرمى، فانا اول حاجه اتكلمت معاك فيها شخصيه النادي الاهلي. لكن في صفات ثانيه لازم تكون متوفره، الصفات الجسمانيه. ومصطفى ما شاء الله بيتمتع بيها. مصطفى بيتمتع بالطول الفارع النحيف اللي هو بيديله رشاقه ومرونه، بيديله كل حاجه. يعني دلوقتي كابتن حارس المرمى الطول مهم جدا فيه. لو حضرتك اتفرجت على ماتش ريال مدريد والسيتي، كورتوا صد كره، انا اسف، ستارز بتاع الشوز بتاعه. يعني الطول طيب. الطول فرق معاه. فلو الحارس المرمى مش طويل هيأثر معاه كتير. فمصطفى ما شاء الله، و 95% من حراس المرمى عندنا في النادي ما شاء الله على دي. اول حاجه بتدوروا عليها طبعا. طبعا دي ابرز صور مصطفى مخلوف، وانت كنت موجود في كاس العالم للانديه في الامارات في المحفل العالمي، لسه ولد صغير عندك 16 17 سنه تكون موجود في محفل عالمي في وسط النجوم الفريق كلها. ده احد التدريبات يا مصطفى، ميشيل يانكوني وهو بيمرنك. فده كان في كاس العالم، فكان استفدت خبرات قوي في الوقت دوت من كابتن ميشيل. اللقطه دي كانت بعد ما خدنا المركز الثالث. بعد ما خدت المركز الثالث في بطوله العالم، اللقطه دي الاحتفال وقتها وانت لسه بتبتدي حياتك وبتدي ببطوله كبيره مع النادي الاهلي، شفته ازاي؟ ده حاجه كان شرف ليا اصلا، انا كنت متواجد في كاس العالم مع الفرقه. فكنتش متخيل اصلا الموقف ده. فلقيت مره واحده لقيت نفسي في الملعب وفرحان الفرحه ديت، مش مصدق ان انا فرحان كده. فبس. وشفت جمهور النادي الاهلي ازاي وهو متواجد باعداد كبيره وكمان الاستاد هناك؟ رهبه الصراحه. تخيل انت في ماتش زي دوت وفي كاس العالم وتنزل قدام الجمهور، فمش متوقع اصلا الموقف. ان شاء الله نشوفك حارس كبير. امنياتك بقى مع النادي الاهلي ايه؟ نفسي ان شاء الله ابقى متواجد مع الفرقه باذن الله. ان شاء الله تكون متواجد وتلعب منتخب مصر والنادي الاهلي كمان ان شاء الله اساسي، وتكسر الدنيا وتاخد بطولات كتير. بنتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى، ونشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شرف ليا انا كابتن طبعا. نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن تامر، وبنتمنى لك التوفيق ودايما كده قطاع النشيب النادي الاهلي ولاد، وطلعوا لنا حراس عظام يعني زي ما النادي الاهلي متعود على مدار تاريخه. انا اللي بشكرك كابتن اسامه، وسعيد اني موجود معاك، ونوعدك ونوع جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله ان احنا عندنا
النواه كويسه جدا للدرجه الاولى في قطاع الحراسه، ما عندناش اي مشكله فيه، وان شاء الله باذن الله زي ما شافوا مصطفى وزي ما شافوا حمزه وان شاء الله مصطفى مخلوف في اسماء كتير جديره انها تكون في حراسه مرمى النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر يعني ضيوف الكابتن تامر دسوقي والكابتن مصطفى مخلوف، ونتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبنتمنى ايضا التوفيق للفريق الاول في مباراه مهمه بكره في تصحيح المسار في بطوله الدوري. بطوله الدوري بطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي في انتصارات زي ما شفنا الطايره والسله واليد، ان شاء الله بطوله القدم كمان ناخد دوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.